بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو التصحيح ديال التمرين 10. التمرين 11 صفحه 17. جاني التمرين 10 ديال العمليات اللي عندنا هما هادو. العمليه الاولى اش تساوي 10 زائد المعقوفه الاولى 9 ناقص بين قوسين 6 مقسومه على 5. نسدو المعقوفه ثم نسدو القوس ثم نسدو المعقوفه. اذا اول حاجه غادي نحسبو بداخل المعقوفه. اذا نحسبو 6 ما بداخل المعقوفه، ولكن غادي نحسبو الاقواس اللي هي داخليه. نحسبو 6 مقسومة على 5، إلا خدينا 6 قسمناها على 5، 6 شحال فيها من 5؟ فيها 1، إذا 5، 6 ناقص 5 اللي فيها 1، إذا نضيفو 0 هنا، نضيفو الفاصلة، 10 شحال فيها من 5؟ فيها 2، 2 5 اللي هي 10، إذا 0، 0، إذا غتعطينا 10 زائد نفتحو القوس، إذا 9 ناقص 1.2. ثم من بعد نسبو من بداخل المعقوفة. إذا تأتينا 9.0 ناقص 1.2، 10 ناقص 2 اللي هي 8، 9 ناقص 2 اللي هي 7، إذا 7.8. تأتينا 7.8. ثم تأتينا نحسبو، إذا 10.0 زائد 7.8، 0 زائد 8 اللي هي 8، 0 زائد 7 اللي هي 7، ثم عندنا 1، إذا 17.8. ثم العملية الموالية أ تساوي 2.8 مقسومة على 0.6 زائد 0.2 تساوي. إذا أول حاجة نحسبو من داخل الأقواس. إذا شنو غيعطينا؟ 0.6 زائد 0.2، 6 زائد 2 اللي هي 8، 0 زائد 0 اللي هي 0، إذن 2.8 سوما على 0.8 تساوي. ثم نحسبو القسمة، إذن 2.8 قسموها على 0.8، عاد نضربو هنا في 10 ونضربوها في هنا، شنو غتعطينا؟ إذن 28، وهنا غيعطينا 8، 28 شحال فيها من 8؟ إذن فيها 3، 3 في 8 اللي هي 24، 8 ناقص 4 اللي هي 4، 2 ناقص 0، إذا أنا غادي نضيفو 0 ونديرو الفاصلة، 40 شحال فيها من 8؟ فيها 5، 5 في 8 اللي هي 40، إذا كتساوي 3.5. ثم العملية الموالية ك تساوي، إذا 36 مقسومة على 6 ضارب 2.10. إذا في هاد الحالة غادي نحسبو ما بداخل الأقواس. هنا عندنا ما بداخل الأقواس كان عندنا ديال عملية ديال الضرب. إذا 6 ضارب 2.10 ضارب 6، 6 في 0 0، 6 في 1 6، 6 في 2 اللي هي 12. شحال من رقم فاصلة عندنا؟ 2، إذا 12.60. إذا 36 سوما على 12.60. ثم من بعد غادي نجدو القسمة، إذا 36 نضربو 12.60، هنا عندنا جوج الأرقام فاصلة فاصلة ولا رقم وراء الفاصلة. إذا شنو غتعطينا؟ نضربو في 10، هنا غتولي عندنا 360، وهنا غتولي عندنا 126. 360 شحال فيها من 126؟ فيها 2، 2 في 4 6 اللي هي 12، 1، 2 في 2 اللي هي 4 زائد 1 اللي هي 5، 2 في 1 اللي هي 2. إذا نديرو القسمة، 10 ناقص 2 اللي هي 8، 6 ناقص 6 اللي هي 0، ثم 3 ناقص 2 اللي هي 1، ثم غادي نضيفو 0 هنا. 126 شحال فيها من 100 و 108 شحال فيها؟ 126 شحال فيها؟ ثم عندنا 108 شحال فيها من 126؟ فيها 8، 8 في 6 اللي هي 48، 8 4، 8 في 6 اللي هي 8 في 6 اللي هي 8 في 2 اللي هي 16 زائد 4 اللي هي 20، نحتفظو بجوج، 8 في 2 اللي هي 8
في واحد هي 8 زائد 2 هي 10، إذا ناقص 10 ناقص 8 اللي هي 2، 8 ناقص 1 اللي هي 7، 0 ناقص 0 إذا غنزيدو 0 ناقص 720، شحال فيها من 126؟ فيها 5، 5 في 6 30، كتبو 3، 5 في 2 10 زائد 3 اللي هي 13، تفضل بواحد، 5 في 1 اللي هي 5 زائد 1 اللي هي 6، ده صفر، 12 مقسومة 12 ناقص 3 اللي هي 9، 7 ناقص 1 صفر. ثم هذه العملية غير، إذا الفاصل في هذه الحالة غير مضبوط، إذا يمكن ناخدو جوج الأرقام وراء الفاصلة أو ثلاثة، إذا جوج فاصلة 85. ثم عندنا العملية الموالية اللي هي إن 5.4 مقسومة على 0.9 ناقص 0.3، إذا أول حاجة غنسمو بداخل ما بداخل أقواس، إذا شنو غادي تعطينا؟ إذا 0.9 ناقص 0.3، 6 ناقص 3، 9 ناقص 3 اللي هي 6، إذا صفر، تلاتة تعطينا 5.4 مقسومة على 0.6 تساوي، إذا 5.4 مقسومة على 0.6، باش تخلصو من الفاصلة لينا غنضربو في 10، نضربو تانا في 10، إذا عطاتينا 54، 5.4 ضرب 10 54، 0.6 ضرب 54، 54 شحال فيها من 6؟ فيها 9، 9 في 5 6 اللي هي 54، إذا 4 ناقص 4 0، 5 ناقص 0، إذا الباقي أو الخارج اللي هو 9. ثم غادي نشوفو التصحيح ديال التمرين 11 صفحة 117، لأن العمليات اللي عندنا هما هادو، أش بين قوسين 1.2 ناقص 0.2 ضارب 2.2 ناقص 1، العملية فيها الأقواس، إذا غانت الأسبقية المداخل الأقواس، إذا 1.2 ناقص 0.2، 2 ناقص 2 اللي هي 0، 1 ناقص 0 اللي هي 1، إذا عطاتنا 1.0 ضارب 2.2 ناقص 1، إذا 2.2 ناقص 1 اللي هي 1.0، 2 ناقص 0 اللي هي 2، 2 ناقص 1 اللي هي 1، إذا عطاتنا 1.2 تساوي 1.0 ضارب 1.2، 2 في 0 اللي هي 0، 2 في 1 اللي هي 2، 1 في 1، 1 في 0 اللي هي 0، 1 في 1 اللي هي 1، إذا 0، 2، 1، شحال من رقم وراء فاصلة عندنا؟ 2، إذا نضطر كناخدو المجموع ديال الأرقام وراء فاصلة في العددين بجوج، إذا 1.20. ثم العملية الموالية أ تساوي 2.3 عفوا هنا زائد 1.3 ضارب 1 ناقص 0.5، نفس الشيء هنا عندنا الأقواس، إذا غانت الأسبقية من داخل الأقواس، إذا 2.3 زائد 1.3، 2.3 زائد 3 اللي هي 6، 2 زائد 1 اللي هي 3، إذا عطاتينا 3.6 زائد 1.5 ولا 1 ناقص 1.0، نحولو إلى عدد عشري، ناقص 0.5، 10 ناقص 5 اللي هي 5، 1 ناقص 1 اللي هو 0، إذا زائد 0.5، 0 فاصلة أو 3.6 زائد 0.5، 6 زائد 5 اللي هي 11، كتبو 1 تاخدو بواحد، 3 زائد 1 اللي هي 4، زائد 0 اللي هي 4، عندنا رقم وراء الفاصلة في العملية ديال الجمع، إذا 4.1. ثم عندنا ك تساوي 1 ناقص 0.2 ضارب 2 ناقص 1.5 ضارب 5 تساوي، إذا شنو غادي تعطينا؟ إذا 1.0 ثم 0.2 ناقص 0 ناقص 2 لا يمكن، إذا 10 ناقص 2 اللي هي 8، 1 ناقص 1 اللي هي 0، إذا 0.8 ضارب، نحسبو بداخل الأقواس الثانية، إذا 2.0 1.5، صفر ناقص 5 لا يمكن، نضيفو 10 هنا ونزلو بواحد هنا، 10 ناقص 5 اللي هي 5، 2 ناقص 1 0، إذا عطينا 0.5 ثم ضارب 5،
إذا العملية ديال الضرب من الحساب من اليسار نحو اليمين، إذا عطيتنا 0.8 ضارب 0.5، 8 × 5 اللي هي 40، كتبو 0 نحتفظو بربعة، 5 × 0 = 4 اللي هي 4، 0.8 × 0 هو 0، 0.4. شحال مرق الفاصلة عندنا؟ 2، إذا 0.4 ضارب 5، ثم غادي نحسبو 0.4 ضارب أولا 0.40 ضارب 5، 5 × 0 0، 5 × 4 عشان نكتبو 0 نحتفظو بجوج، 5 × 2 5 × 0 = 2 هي 2. شحال من رقم فاصلة عندنا؟ 2، إذا كتساوي 2، 2.0 اللي هي 2. ثم العملية الموالية اللي هي إن تساوي 3 ناقص 1.3 ضارب 1 ناقص 0.5 ضارب 2 ناقص 1.3 تساوي. هنا عندنا الأقواس، عندنا الضرب، ثم عندنا بداخل الأقواس، لأن واحدة غتكون بداخل الأقواس. إذا شنو غيعطينا هنا؟ إذا 3 نحولها إلى عدد عشري، إذا 3.0 هنا 1.3، 0 ناقص 3 لا يمكن، نضيفو 10 هنا 1 هنا، 10 ناقص 3 اللي هي 7، 3 ناقص 2 اللي هي 1، إذا 1.7 ضارب. ثم غادي نحسبو العملية الأخرى اللي هي 1.0، هنا عندنا 0.5، إذا 10 ناقص 5 اللي هي 5، 1 ناقص 1 اللي هو 0، 0.5، ثم ضارب قاعدنا الأخرى اللي هو 2.0 ناقص 1.3، 10 ناقص 0 ناقص 3 اللي يمكن نضيفو 10 ننزلو بواحد، إذا 10 ناقص 3 اللي هي 7، 2 ناقص 2 اللي هو 0، إذا 0.7. ثم غادي نحسبو، إذا 1.7 ضارب 0.5، 5 × 7 = 35، كتبو 3، 5 × 1 = 5 + 3 اللي هي 8، 5 × 0 = 7 اللي هو 0، 0 × 1 اللي هو 0، إذا 5 × 8 = 0. شحال من رقم وراء فاصلة؟ عندنا 1، 2، إذا 0.85 ضارب 0.7، إذا 0.85 ضارب 0.7، 7 × 5 = 35، كتبو 3، 7 × 5 = 56 + 3 59، احتفظوا بخمسة، 7 × 0 = 7 + 5 اللي هي 5، 0 × 5 = 0، 0 × 8 = 0، 0 × 0 = 0، إذا 5 × 9 = 0 اللي هي 9، 5 × 0 اللي هو 5، ثم عندنا 0. شحال من رقم وراء فاصلة؟ 1، 2، ثم 3، إذا 0.595. وبهذا نكون وصلنا التصحيح ديال هاد التمرينين، ولا عندو شي سؤال بجوج شي حاجة خليها في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.